بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأحييكم أبنائي وبناتي الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات، وأبدأ مع حضراتكم من حيث توقفنا في الدرس الماضي من كتاب شرح العلل الصغير للإمام الترمذي للإمام ابن رجب الحنبلي. وبداية كلامنا من قول الإمام الترمذي: وقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام في الرجال. تفضل يا دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. قال الإمام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد الشهير بن رجب الحنبلي الحافظ رحمه الله تعالى وغفر له ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال أبو عيسى رحمه الله: وقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام في الرجال. هو هنا الإمام، عفوا، الإمام الترمذي عايز يتكلم عن مشروعية الجرح والتعديل، على أساس أن الجرح هو من باب ذكر عيوب الشخص، سواء كانت عيوب خاصة يعني بشخصه أو كانت خاصة بسلوكه واستقامته على الشريعة الإسلامية التي يدين الله بها. فالعيب جاء من حيث إنهم لما يقولون هذا الراوي يخطئ، أو هذا الراوي ضعيف، أو هذا الراوي لا يحفظ أو يغلط وغير ذلك من الألفاظ، أنها نوع من الغيبة، والغيبة مما نهى الشارع عنها. فهذا يعني الشبهة اللي يريد الشيخ الترمذي أن يجيب عليها، ووصف من يقول بها أنه لم يفهم الشريعة الإسلامية على حقيقتها وعلى مجموع ما ورد فيها. وبيثبت من خلال ما سيتكلم فيه أن الدليل على جواز الجرح بالدرجة الأولى، التعديل، هو كذلك يدخل فيه من حيث الانتقاد مسألة المداهنة، أو ما نسميه في عصرنا هذا الوصوليون، الذين يحرصون على مدح الشخص في وجهه أو بقصد أن يصلوا منه إلى فائدة أو شيء من أمور الدنيا، فيصفونه بأوصاف ليست فيه. ومن هنا جاء كذلك النقد، أنه إذا قلنا عن واحد إنه إمام وحافظ وأمير المؤمنين، يريدون أن يدخلوا هذا في باب المدح بغير ما يستحق الشخص، أو مدحه مجاملة له
أو بقصد الوصول أو الحصول منه على شيء. فالترمذي يريد أن يقول من ينسب للمحدثين هذا الشيء في المدح وهذا الشيء السابق في الذم ويعتبره شيئا يأثم فاعله فهو لم يفهم مجموع ما ثبت في الشرع بخصوص الجرح والتعديل، وأن هذا الذي ثبت هو الذي بنيت عليه أقوال المحدثين تنفيذاً لهذه الأدلة التي سيذكرها، وبناءً على ذلك سيستمر الكلام في كلام الترمذي وشرح الإمام ابن رجب عليه، وكذلك ما يتيسر لنا من التعليق حول ذلك. تفضل يا دكتور محمد. وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال. طب ما تقول الصحابة، لذلك قالوا للترمذي مفروض كان يذكر الصحابة. قال لك طب الصحابة دول هتجيب لهم منين؟ قال انت ما عليك الا ان تفتح كتاب واحد لا اكثر، وهو كتاب المعجم الكبير للإمام الطبراني، وتقرأ لك فيه مجلد على الاقل او مجلدين او المهم، لكي تحصل منه على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا. فهذه النقطة لم يدخلها الإمام الترمذي كما ترون، ولم يدخلها الإمام ابن رجب. فأنت إذا قرأت تجد مثلا في طرق حديث حادثة الإفك التي رميت فيها السيدة عائشة رضي الله عنها بما هي بريئة منه، في هذا الحديث في معجم الطبراني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عندما نزلت آية البراءة قال في خطبته أن هناك من اعتدى على حرمتي فرمى أهل بيتي بما هم بريئون منه وما علمت عليهم إلا خيرا، ووصف السيدة عائشة خلال الروايات بهذه اللفظة. إحنا عندنا في ألفاظ الجرح وصف الراوي بأنه خير أو بأنه ما علمت إلا خير، وهذه الكلمة في مرتبة الصدوق المحتج به، لكنها صدرت من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قالها هي نفسها على الذي رموا السيدة عائشة به وهو صفوان بن المعطل، فقال هذا رجل كذلك رموا أو نسبوا إليه كذا، وهو رجل ممن يصحبني ويسافر معي وما علمت فيه إلا خيرا. فأنا زائد حديث اللي بيقولوه بتوع المصطلح كلهم بئس أخو العشير، وهذا حديث صحيح، والرواية الطبراني هذه فيها روايات صحيحة. فكان المفروض، ولذلك الشيخ الذهبي رحمة الله عليه لما بدأ
في تذكرة الحفاظ يذكر الحفاظ، ذكر منهم الصحابة وذكر ما صدر منهم من ألفاظ تدل على التعديل والتوثيق لبعضهم البعض، فيقول الصحابي حدثني فلان وهو صدوق، فأصبح البداية ليست من التابعين، بداية من سيد الإسناد نفسه، فهو الذي جرح في بئس أخو العشيرة، وهو الذي عدل في كثير من الروايات التي أظهرها ما كان في طرق حديث الإفك، وهو قوله عن السيدة عائشة ما علمت عليها إلا خيرا، وقال في الذي رميت به من أصحابه ما علمت عليه إلا خيرا، فكان ده اللي يكمل أولا المشروعية زائد إنه أدل مما يفعله التابعون، وإن كان هم التابعون الذين روي عنهم صحت الأسانيد بأقوالهم كذلك، لكن صدورها الأول من النبي عليه الصلاة والسلام ثم من صحابة خلال معجم الطبراني ده بس مجلد واحد تقراه ولا يجيب لك مغص ولا أي شيء، بس اثبت إنك بتخالف إبليس مرة وإنك تقدر تسرق منه وقت ما يشغلكش عنه بحاجة، قل له يخلي الساعة دي لله، هو مش هيسيبك هيفضل، لأنه حالف لأضلنه، يعني مش إنه هيكسف، لا، الشيطان لا ينكسف لأنه متعاهد قدام ربنا كده، قال له أنت طردتني أنا أطرد لك دول بعزتك لأغوينهم أجمع، أما الإيه واسعة قال له إلا عبادك، عد بقى أنت في عباده ولا في حزب اللي بالك فيه، في العلم بكلم، أنا بكلم طلبة العلم، يعني لا أكلم مثلا عوام من الناس لأن ذنوب العوام على قدرهم، أما ذنوب المتعلمين على قدرهم كذلك، فأنت أرى لك مجلد مش هتخسر حاجة، وهتطلع أن هي فيه هنا حاجات ما كتبتهاش كتب المصطلح، وأدي ده راجل هو الإمام ابن رجب ده، يعني لما تقيسه بأهل عصره شيء لا يقارن، اطلاع وخبرة وأقوال حافظها ويجمعها من كتب نفسك انت افتقدتها الآن، انت مش قادر توصل لها، ومع ذلك فاته الحكاية دي. الذهبي يعتبر من طبقة شيوخ ابن رجب، بس في تذكرة الحفاظ انتبه للحكاية دي. ابن حبان في المجروحين تقول الله هو ده في المقرر كمان، مش قلنا لك الشيطان هيعميك؟ قال لا أنا صحيله، صحيله منين يا عم؟ أنت هتصحى ليلة وبعد كده هتنام تاني وتالت ورابع. ابن حبان يعتبر إن أول من اهتم بمسألة أحوال الرجال هو عبد الله، هو سيدنا عمر ابن الخطاب حين نهى عن الإكثار من التحديث وحث غير من نهاهم على أن يحفظوا ويحدثوا، وأرسل منهم
إلى الآفاق من كلفهم بأن يبلغ العلم. فعمل هو ابن حبان بداية الكلام في الرجال من سيدنا عمر بن الخطاب. الذهبي قال له لا، انت دخل سيدنا ابو بكر الصديق، لانه هو الذي طلب الشهاده على الحديث. لما الراجل قال له انا قلت لك تعالى ما ردتش، فقعد يعتذر له، قال له الحكم كذا كذا، قال له هل احد يشهد معك؟ ومعنى ان احد يشهد معك، هل هناك من يزكيك أو يشهد بأن روايتك مقبولة؟ فقال الحافظ الذهبي هذا من مشروعية الجرح والتعديل، لأن أنت ما تقراش الكتب دي بالشبر ولا المحروس اللي معاك يجيبها، الكمبيوتر ما يجيبهاش، سيبقى العقل الذي ستحاسب على حصاده هو الميزان، وليخترع الإنسان ما شاء. لما يقول ربنا كل امرئ بما كسب رهين، لن يستطيع أن يلغي هذه المسؤولية قوة على الأرض. حتى الذكاء الاصطناعي دلوقتي بيحاربوا منه، ويقول لك ده كده هتلغينا وهتعملنا وكده ليه؟ لأنك مهما توصل مش هتكون أنصح من ربنا أبدا. عبل التجربة ما تتم يكون أنت عزرائيل خدك، فياخدك على عقيدتك المقلوبة. لا أنت اللي طلت ذكاء صناعي ولا طلت جهل صناعي. فالشاهد إن بداية الجرح والتعديل هي بدأت من المصطفى صلى الله عليه وسلم عملا وقولا، ثم من الصحابة عن طريق الطبراني ده اللي انت هتقرأ، يجيب الحديث يقول وصدقه فلان. يعني ايه صدقه؟ يعني هو بعد ما روى الحديث جاء واحد صحابي ثاني قال اه، قالوا له فلان يقول كذا كذا، قال صدق. فأصبح كل الثاني ده اللي احنا بنسميه شاهد صدق. هل صدق دي جرح ولا تعديل؟ تعديل. تعديل. بس اجمعهم انت كده دكتور محمد، حطهم في فايل. انا ما عنديش حكايه الفايل، لكن ما كانش في دماغي، اللي هو دماغي الحمد لله ربنا كرمني بيه. اه صحيح باخد ادويه تساعد وكلام من ده، لكن ربنا مش هيخزيني ان شاء الله. وأسأل الله أن يديم علي هذه النعمة إلى أن ألقاه. فإذا خلي بقى أنت معاك الشهداء دول برضو هم تسترزق بيهم، لأن كده يقول لك ده الشيخ محمد هو اللي مغشش. فالكلام اللي أنا بقوله ده ما حدش يغششهم، لكن قرايتي هي اللي بتقول، وانا بديك مراجع. انا عمري ما ايه ما اقدرش ايه اتوهك، لا. انا اول ما فتحت تدريس العلل قالوا لي هات نص على تعريف الخلاف على الرب، ما تقول ليناش ده فلان خالف فلان زي ما تكون ملعب كوره، هات نص. وشاء العليم القدير ان يكون النص موجودا، وما زال هذا النص حتى الآن ما حدش قدر يجيب نص تاني إلا بتكلف، وهو في ترجمة كمان مش في كتاب عنوان باب بيان أن الخلافة، لا ما فيش كده، تبقى كتاب ده. ففي ترجمة الزهري لما جاي يتكلم أبو داود على روايات الزهري قال إن هو له كذا ألف حديث متفق عليه، ولو كذا ألف مختلف عليه، ثم قال والاختلاف عندنا يعني نحن المحدثين كذا كذا.
ولم ينقل عن أحد غير أبو داود حتى الآن. دي طبعاً أنا اتفصلت من كلية أصول الدين عشان ما خصلتش الدكتوراه في المدة القانونية. ده حاجة ما حدش يعرفه برضه، مش مشكلة. لكن أما رحت أتحمل المسؤولية، اللي أنا قريته كله وقريته بنية إني أستفيد، مش إن حصل أي وظيفة تانية. هو اللي سطرني في موضع كنا كل يوم نمتحن، نحن المصريين بالذات، إن إحنا لا نصلح، ما عندنا علم بتخليل الله. فواحد يقول لك إيه؟ طب لما تجيب لي وظيفة أبقى ذاكر. لا، مش هيحصل كده، ربنا بيديش مؤدب. الآية إيه يا شيخ أيمن؟ إن يعلم يؤتي وهو غني عن العالمين. تقدم ماشي، أما تستنصح على ربنا لا. تفضل مولانا. وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال. معلش، هو أبو الترمذي بيقول وجدنا بنون الايه العظمة، هم حسبوه على كده. قالوا له انت دلوقتي النون دي لما جيت تعرف الحديث الحسن برضو قلت عندنا، فانت دلوقتي الترمذي بس، ايه اللي خلاك تجيب النون دي؟ وقعدوا بتوع المصطلح يقولوا هل النون دي للإضافة ولا هي للعظمة وكده. لا، هو العالم لما تجري على لسانه ويكون معروف بأنه أصلا شخص غير متكبر ولا مقصرا في أمور الشريعة، ما تقولش انك انت بتتقالط علينا ولا كده، لا. ولا هو ايضا متكلم باسم جماعة المحدثين دائما، وهو كلمة جرت على لساني لا يقصد بها ما تقصده انت، يعني بفكرك الذي ايه يستسهل الطعن في الصالحين. هيجي بقى معبد ونكلم عليه ونجرحه زي ما انتوا عايزين، عشان اللي هو كده يفش غليله يا شيخ سعيد. قول ايوه كده عشان خاطر ايه، مش في حد احسن من حد. وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، كلهم هيجوا دول. وتكلم ابراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحادث الاعور. لما ابراهيم النخعي بقى يتكلم، تيجي انت لما تقول له تقول ده هو صدوق كثير الغلط، الرجل اللي بيجرح الناس ويعدلها تخليه كثير الغلط ازاي؟ انا هقول من الاقوال وتضعف حديث وتقول له هات حد يسندك، وهو له قول في الجرح والتعديل. قال طب ما هي ناس وصفته بكده، افرض ناس وصفته وانت بتقش زي اللي بيلعبوا كوتشينة ولا بتفرز؟ افرز الأقوال يا أخي. تفضل. وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد. عند يحيى بن سعيد وصلنا للمؤلفات، والتانيين دول أقوال مفرقة تعوز إنك أنت إيه تقرأ مثلا كتاب زي تهذيب التهذيب وتلم لهم أقوال، أو تقرأ طبقات ابن سعد وتلم لها أو تلم فيها أقوال. ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم
وضعفوا ما تعتبرونه أنتم غيبة. فما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم إلا النصيحة للمسلمين. ودي اللي بيقول لك إيه، أما تسمع كلمة من أخوك المؤمن خدها على أحسن المحامل. فهؤلاء ما دام عملوا كده، لأن منهم من أدركهم التربيزي ومنهم ناس قبل التربيزي، فقال يعني أنا بالأمر الذي أمرت به أن أحمل أعمال المسلمين وأقوالهم وسلوكهم على أحسن المحامل أنهم قصدوا بذلك المصلحة لا المفسدة، حيث لم يعرف عن أحد منهم أنهم أهل مفسد. فإن صدر منه ما هو نقد فلا بد أن له وجها، إن لم تعرفه فاحمله على ما هو أحسن، كما لو كنت أنت الذي قلت. لا نظن أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتبيينه. خليها بقى دي، خليها لأنه اللي موجود في النسخ يا تبيين يا تثبيت. وفي ما ذكره يعني المحققون لجامع الترمذي إن في نسخة تانية قالت وتثبتاً، وتثبتاً دي أنسى. شفقة على الدين وتثبتاً، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت. فيتثبت دي اللي بتعرفك إيه. إحنا معانا هنا ناس شغالين زي ما قلنا الشيخ صبري، لما الحاجات تتعقد يقول لك وديها للشيخ صبري. ليه؟ قال الشيخ صبري دوت عنده خلفية في تحقيق النصوص وكده، فيقدر انه هو يبص، ما يبصش للكلمة في حيث وجودها، انما ينظر في سياقها وسباقها، لأن النص لا يبين او يتضح وجه صوابه إلا بالسياق الذي يذكر فيه. فطالما ذكر بعدين التثبت نقول لا، إحنا هنرجح هنا التثبت، لأن الذي بعده يؤيد هذا، وهو ده اللي بيقولون عليها. ما تيجي ترجح نسخة على نسخ، حتى لأنه بيشتغل الشغلانة دي يلاحظ أن أحياناً ترشح نسخة على 10. ليه؟ لأن لها قرائن إذا لم يؤخذ بها لا يستقيم المعنى. فإحنا معانا تبيينة، وأنا شايفها في النسخة بتاع أحمد الثالث التي عليها خط ابن رجب، ومعانا هو في تحقيق الدكتور همام بارك الله فيه تثبيتا، وكأنه قرأ، لأن لسه احنا ما جيناش في النسخ المتعددة، احنا في النسخة الواحدة، والنسخة دي لو ترجع للكلمة تلقاها ممكن تتقري كده وممكن تتقري كده. فلذلك أصبحت انك انت تخلي السياق له دخل في ترجيح النص، وقد لا يكون هذا السياق في نفس الحديث، قد يكون في حديث سابق أو في حديث آتي، عشان خاطر إيه؟ الحاسب دلوقتي ما بيديكش إلا سطر واحد،
ويسيبك تضرب دماغك مطرح ما انت عايز. تقول له لا يا عم هات لي البي دي اف وانا اشوف الصفحه كلها زي ما ربنا خلقها واعرف السياق والسباق الى ايهما يترجح النص. ولما تيجي انت تخالف او ترجح لابد تقول وجهه نظرك في الهامش، لانه قد يخالفك غيره. رحم الله الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، هو حقق من جامع الترمذي جزئين. الجزئين دول هو اعتمد فيهم على نسخة في دار الكتب ما تعتبرش يعني عريقة، وعلى نسختين كان هو يمتلكهم، كتب في المقدمة إن وقعوا لي بالشراء. وانا كاديم، لان الشيخ احمد شاكر كان عايش وانا عايش، بس فرق بين الفصل وبين القاضي، فهو كان يحكم ويصحح وانا لا اتقن القراءه والكتاب. فالنسختين دول افتقدهم العالم الاسلامي كله بعد احمد شاكر ما مات، فلم يخرج لنا من نصه إلا الجزئين بعد ما مات. وقالوا الفؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه حقق لنا بقية الجامع، قالوا من النسخة اللي عندكم زي ما فرمت موطأ مالك وخدمت أخدم لكم كده، لكن أنا ما أعملش زي أحمد شاكر ما وصلش. ده أصل لفقه النص. ومعنى أن فؤاد عبد الباقي يشتغل الجزء الثالث معزول عن دول ان النسختين اتكلوا على الله. لو هما لدار الكتب، هو الشيخ احمد شاكر كان يستعير المخطوطات من دار الكتب اللي ماشي عنده، وكانوا يؤتمنوه عليها بحيث انه مات وعنده قطع من ثقات ابن حبان، جزء من مخطوطه الثقات اللي في دار الكتب، ورجعت لدار الكتب بعد هو ما قابل رب كريم. فالنسختين دول هو عمل فيهم فروق، الفروق دي بعضها لم يوجد إلا في النسخة اللي هو عنده اللي هو رمز لها بحرف عين، وسواعي تبقى فروق طويلة 3 سطور 4 سطور حاططهم بين أقواس ويقول لك من عين واحدة. انت الجزئين دول هو هيعلمك تحقق ازاي. انا دلوقتي قاعد هو في وسط اخوه افاضل ومنهم عتاوله ما انتبهوش للحكايه دي. سالت كذا واحد، انت قريت الجزئين بتوع الترمذي فلان؟ يقول لا اصله ما كملش. شوف الشيطان نصح ازاي، يقول لك شوف نسخة كاملة تقرا مجلدين تعمل بهم ايه. فانت تقول اه والله ده بينصحني. مش بينصحك، ده هو بيغرقك بس باسم المصلحة. ده اصله ناقص، اقرا صفحة واحدة هتلاقي فيها الخير، لانه ان يعلم ايه يؤتي من صفحة علي. وانت مش اله، ولا انت بتتعامل مع ربنا ازاي؟ فاللي عايز يتعلم يا عم الشيخ، طبعا الشيخ صبري قريهم يمكن يجي 10 مرات. ناس فاضيه. اما تقرا انت الجزئين دول تتعلم تتحقق النص ازاي. وشوف احمد شاكر لان هو كان قاضي، والقاضي ده لازم اما تجيله قضيه يقوم يبقى مسؤول انه يجعل نص القانون ينطبق عليها او لا ينطبق. فعلموا الحكايه دي، خلاها جاهزه في دماغه. تجد تعليلات عنده حلو تمشي،
لكن تعليلات القضاة معروفة، تبدأ بدرجة الابتداء ثم الاستئناف ثم بعيد عنك النقض، وكل واحد ايه تعقب التاني، فتلاقي ذاكرته حاضرة وخلفيته العلمية باينة، وما يقدمه لك من أدلة مفقود عند كثير من اللي كانوا في عصره. تفضل يا مولانا. شفقة على الدين وتثبتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال. ده عند ناس، هذا المنطق اللي بيقوله الشيخ عند ناس، لكن هناك ناس لا، أمور الأموال وحطام الدنيا مقدمة، ولا خلاص من كان يريد حرص الدنيا إيه؟ لا نؤتيه منها. طب ليه ده أنا ملهوف عليها؟ قال لها إن أنا اللي بوزع مش أنت. من كان يريد ها حرص الدنيا منها بس، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أنا اللي بدل ومش هديك إلا كده، وإن كنت جدع روح هات غير كده، قد تأخذ من يهلكك. فالشيخ الترمذي بيقول لك لا، إن مصلحة الدين أولى من مصلحة الدنيا. إن ما عجبكش المنطق ده خلاص اعملوا ما شئتوا، ولا الآية دي منسوخة يا دكتور محمد؟ اعملوا ما شئتوا. فالترمذي بيحتكم إلى منطق، إن كان يناسبك يبقى كلامه ماشي، إن كان لك رأي تاني اتكل على الله. لست عليهم قول يا شيخ. مقصود الترمذي رحمه الله ده بقى ايه؟ هيشرح. ده شرح ابن رجب اللي هو ده، عمل له عنوان وجوب الكلام في الجرح والتعديل، فأصبح عنوان ده من المحقق مش من النص، وهو نبه في البداية ان انا هحط عناوين، والعناوين دي من ايه؟ اختيار. فما يذكر داخل المبحث ده هو الذي يدل على الوجوب. مقصود الترمذي رحمه الله أن يبين أن الكلام في الجرح والتعديل جائز قد أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها، فأصبح أهل الإجماع طائفتان، إجماع الأئمة وإجماع العلماء أئمة وغير أئمة. وطول ما أنت ماشي بقى في الكتاب ده هتلاقي الحكاية دي، وهتلاقي الترمذي لو أنت قريت الجزئين اللي بقول لك فيهم دول هتلاقي الترمذي يعلمك التفريق بين إجماع المسلمين العلماء وبين إجماع المسلمين، ويفرق بينهما. فأنت تقول الله، طب أنا عارف أنه إجماع كله إجماع. الشيخ محمد قريت كم كتاب في الأصول يا شيخ محمد؟ يقول لك ما تعدش، بس ما بقرأوش بالتفلية اللي أنت بتفليها دي، يعني بقرأ بالشيب اقرأ يا عم إن شاء الله بالخطوة، لكن المسألة ما تمشيش بالشيب. تقول الله، هو الترمذي ده مرة يقول إجماع أهل العلم، ومرة يقول إيه أكثر أهل العلم، ومرة يقول الإجماع الناس، فأصبحت الإجماع أصبح الإجماع إجماعات، وكون هو يفرزهم ويقول لك الطائفة الفلانية إجماعها كذا يبقى بيعلمك، لكن أنت ما تغرفش، بس يكون شارب اي حاجه. احنا لسه مش مخلصناش.
عشان تخلي بالك. تفضل. لما فيه من تمييز ما يجب قبوله من السنن مما لا يجوز قبوله. هذا الجرح والتعديل مصلحة التي تتحقق به بيان ما يجوز قبوله، واستعمل القبول بدل ما يستعمل الصحة والحسن، يعني القبول أوسع. وما لا يجب قبوله كذلك يشمل الصحة والحسن، ويشمل الضعيف الذي يؤخذ به فيما ليس بفرض ولا حرام. أيوة، يعني ليس وجوبيا، لأن الجواز أوسع دائرة من الوجوب، فما من واجب إلا وهو جائز ولا عكس، ما من جائز إلا والوجوب يدخل فيه. قد يكون الراوي ضعيفا والحديث، أما يجي نبكي عليه ويبان إنك أنت باني على قناعة وإحنا بنين على قناعة، ما دام إحنا في مركب واحدة ما تقلقش. وسيدنا الخضر ما مشى الراجل معاه، مش قال له مش هتستحملني؟ قال له ما تقدرش تصبر عليا، هتلاقيني أعمل عكس الناس كلها. تفضل. وقد ظن بعض من لا علم عنده ان ذلك برضه دي الشدة فيها شده شويه، لا علم عنده فيها شده، انما لا شك ان اللي عرضه هم من طلبه العلم فعندهم علم قل او كثر. فانت لما تيجي تنتقد ما تجردش الذي تنتقده من كل ما هو فيه، حتى لا يحمل موقفك على التحامل. فقوم لا علم عندهم لا، أما تقول الذين يعني قلت خبراتهم، يعني خليله نصيب، تبقى ما انتش متحامل. أما تجردوا من أنه لا علم عنده فيها شدة، قال لك والله إيه أنت فهمها على كده وأنا حسابي عند ربنا. لكن إحنا بنعلم بعض، إحنا الآن هو الراجل أفضى إلى ما قدم، لكن احنا لسه سوقنا مفتوح، فتعود على انصاف الخصم قبل ان يقاضيك بين يدي الله. تفضل يا شيخ. وقد ظن بعض من لا علم عنده ان ذلك من باب الغيبه وليس كذلك. ايوه. فان ذكر عيب الرجل اذا كان فيه مصلحه ولو كانت خاصه كالقدح في شهاده شاهد جائز بغير نزاع، فما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين وهو الرواية أو فهو السنة. إيه ماشي الكلام، وإحنا معاه في هذا، وأنه فعلا هذه مصلحة، وأنه الجرح والتعديل من أجلها جائز، ويعني إيه نشوف الباقي بقى. طبعا الإحالة موجودة تحت، إن الجرح والتعديل 2-16، ومن طريق السمعاني في أدب الإملاء. لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين، فدين الله أحق أن يؤخذ فيه بالعدول. إلا أنه يفترق أن دين الله يثبت بالواحد، والشهادة تحتاج إلى 2. تقول طب ما أنت بتقدم يعني مكانة الدين بتخليها أقل ليه؟ لما تخلي أمور الدنيا ب2 وتخلي العلم ب1، ما تخليها بقى مفروض تقول 3. قال لا، أصل المسألة مسألة تشريع، فرسولنا صلى الله عليه وسلم بدأ بالواحد، فأرسل رسله إلى الملوك واحدا واحدا،
ما أرسلش اتنين وكلفهم انهم يتكلموا، صحيح وفد يروح بس اللي يكلم او يعرض واحد بس. فلذلك ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم شرع في الدين القبول بالواحد فنحن ننفذ الواحد بناء على التشريع وليس على ما سبق التعليل به من أن مصلحة الدين أولى من مصلحة الدنيا. تفضل يا شيخ. وكذلك يجوز ذكر العيب إذا كان فيه مصلحة خاصة كمن يستشير في نكاح أو معاملة، وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت قيس: أما معاوية فصعلوك لا مال له. فهذا دلوقتي يعتبر من الجرح والتعديل ولا لا؟ فانت ازاي ما تقولش بداية الجرح بدأ من النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. اسمحوا لي بقى هنا إن أنا أشوف تحت الهامش في تخريج الحديث. تخريج الحديث كما هو في الهامش، وكما قلت عن الأستاذ الدكتور همام، هو زميل فاضل وأنا أعرفه، يعني كان أنشط من كثيرين، لكن أنت شوف محصول التخريج اللي عنده وشوف محصول التخريج عند واحد يا أحمد شاكر، وكلاهما متعاصران. فكان اللي كتبه الدكتور دلوقتي بيقول إيه؟ هذا الحديث أخرجه النسائي 662 ومسلم 2114 ترتيب محمد عبد الباقي فؤاد عبد الباقي، وأخرجه الترمذي 3432. ده كان كفاية جدا، ويقولوا له ده انت كده 100 100. دلوقتي كل الأفاضل اللي هم قاعدين بمفهوم عم الشيخ أحمد ده لأنه هو محسوب عليا، لو عمل الإحالة كده أنا هرجعها له تاني، لأن ما أصبحش تحديد موضع الحديث بالجزء والصفحة كافي، تغيرت. لكن ساعة ما كان الشيخ ده كلام سنة 78 ميلادي، كان ده يعتبر نجم في السماء. أيضا نلاحظ أنه هو الإمام الترمذي لما خرج الحديث قال حديث صحيح، فلم يذكر المخرج حكم الترمذي على الحديث. وهذه معلومة من معلومات التخريج، أنه إذا صاحب البيت نفسه وهو الترمذي حكم بالصحة أنت تخنصر الصحة ليه؟ قال كانت الناس قبلها، وأنا أعرف اللجنة التي ناقشت أخونا همام وكانت تمدح هذا العمل. ليه؟ لأن كان القدر المطروح دلوقت ساعتها هو كده. أصبح الآن لو واحد يعمل كده اللجنة اللي بتناقشه ليه؟ لأن بقى فيه ساعات للتخريج، وبقى فيه ساعات لدراسة الأسانيد، وبقى فيه سنتين بتقعد قدام مشايخ يعلموك اللي عايز تتعلمه لو شئت. فعدم ذكر تصحيح الترمذي هو قصور، خاصة إذا كان بقى هنرجع لأن التخريج أسانيد. يقول لك الله طب ما هو عزيز لمسلم قبل كده ومسلم صحيح، تقول له طب إيه رأيك بقى أن السند اللي مسلم صححه غير سند الترمذي؟ وإحنا بنقول يا ناس الدنيا الأيام قامت، ما عادش التخريج دلوقتي مات، أصبح أسانيد ورواه، والراوي يزيد ويعمل علة ربنا يشفيك منها. ما أصبحش الكمية اللي موجودة دي تحت تكفي،
ما تعملهاش انت حجه تقول طب ما دي كانت شهاده دكتوراه، اشمعنى ما الدكتوراه انت تمشينا حتى على ما عادش. اختلف الامر، اصبحنا بنقعدك قدامنا ده ما درستش تخريج. انا قدامكم اهو درست لسانس اصول الدين ما فيش فيه ولا تخريج ولا اساليب، وخدت مرتبه الشرف فضلت خيرك وكده فما اصبحش الجرأة دلوقتي تنفع يا دكتور احمد. بعد يا دكتور احمد ده بدأ يشتغل في العلل وهو في الماجستير، ويشتغل بقى بكيف، مش انك انت مثلا ضغط عليه ولا كده، لا تكلفه تلاقيه قابل. فاختلفت الامور الان. تفضل يا مولانا الشيخ محمد. وكذلك استشار النبي صلى الله عليه واله وسلم عليا واسامة في فراق اهله لما قال اهل الافك ما قال. ايوه كذلك، انا نسيت اقول اني لما سأل بريرة قالت ما علمت الا خيرا. ولهذا كان شعبة يقول تعالوا حتى نغتاب في الله ساعة، يعني نذكر الجرح والتعديل. اسمحوا لي بقى حضرات جنابات عظمات الحاضرين والحاضرات أيضا، إن هذا النص الذي ذكره ابن رجب لو حاولت إنك أنت، لأن أنا قلت في بداية الكلام في الكتاب ده إن مشكلتنا توثيق النقول، إن الكلام اللي قاله ابن رجب ده نلاقيه فين؟ لأن هو مش كلام، ده بينقله عن شعبة. هات أنت جميع الحواسب اللي على وجه الأرض ما يطلعش النص ده أبدا. ليه؟ قال لأن ابن رجب تصرف في النص، وبالتالي أصبح المحروس اللي معاك ده ما يأكلش إيه؟ عيش. ولكن على ما بيقولوا ترجع للحيرة تاني، تفتح أنت ضعفاء العقيل المقدمة، كامل ابن عدي المقدمة، كفاية الخطيب البغدادي، وتقرا النص ده عشان خاطر تعرف ان الشيخ ابن رجب غير فيه خلاف ما هو موجود في هذه المصادر. فالنص هنا معانا بيقول تعالوا نغتاب في الله ساعة، أما تروح أنت للعقيلي في المقدمة الجزء الأول صفحة 177 و178 تلاقيه قال تعالوا نغتاب في الله عز وجل، ما قالش ساعة. تقول طب ما هي دي ما تبقاش تنفع للتوثيق، احنا عايزين ساعة دي. فيبقى إحالة التوثيق ده وهو كلام شعبة كل شيء، لكن ما فيش فيه ساعة. ويبقى ما ينفعش انك تحوله على العقيلي إلا إذا قلت إيه؟ العقيلي ولم يذكر لفظ الساعة. طب مين اللي يقول الساعة؟ قال اللي يقول الساعة ابن حبان في مقدمة المجروحين، ذكر روايتين عن شعبة. رواية قال نغتاب في الله عز وجل بس، ورواية قال نغتاب في الله ساعة نذكر مساوي أصحاب الحديث. نذكر مساوي أصحاب الحديث، فأصبح كلمة نذكر أو يذكرون كما في رواية الخطيب البغدادي لأنه نقلها من طريق ابن حبان، هنلاقي إن كلمة نذكر مساوئ أصحاب الحديث ابن رجب المساوئ الجرح بس،
اللي قاله هنا ابن رجب قال ايه؟ يعني الجرح والتعديل. دي ما فيش روايه شعبه ما قالش كده، ولذلك ابن رجب قال لك انا راجل بتاع حديث وفاهم، انا احط لك كلمه يعني عشان ابقى التفسير ده مني انا. فانت لما تيجي توثق النص لازم تحكي المسرحيه دي، فتقول ان روايه شعبه المرويه عنه بالاسناد في مقدمه المجروحين وفي كفايه الخطيب وغيرها ممن نقل هذا النص، فيها النص زي ما قلنا كده: نغتاب ساعة في الله عز وجل نذكر أو يذكرون مساوئ أصحاب الحديث. طب أنت عشان خاطر توثق بها تقول إيه؟ تقول وفي نقل الحافظ تصرف، لأن كلام شعبة ما فيش فيه الجرح والتعديل، وإنما فيه يذكرون مساوئ الحديث أو يذكر مساوئ الحديث. فمن مهمة المحقق أن ينبه القارئ أن النص الذي أنا أوثق منه ليس مطابقاً للنص الذي ذكره ابن رجب. احنا بنحاول نقنع اللي يمتلك الموافقه على الرسائل ان خلوا الناس تحقق، يقول لك لا، وهم على حق. تقول له انا لو جاء عندي هنشف دماغ واخليه لابد ان يفقه النص وده مقصد، يقول لك لا، ده بيقص ويلزقه. وفعلا لما تدي الواحد دلوقتي وتقول له هنديك ماجستير يا فلان، على طول يقص ويلزق ويجي ايه مجلد وخلاص وانتهينا، ويجيب البراءات قبل احنا ما نوافق، وكانها شغله مقاولات ما هياش شغله ايه خشيه او ضمير علمي يحكم الذي يقدم عملا يحصل به على درجه علميه. فلذلك هذا المثال كتير بقى هنا في التوثيق. فاحنا بناخد النص ونحاول ايه نقول والله النص اللي ذكره ابن رجب ده بالمعنى او بتصرف، عشان انت لما تيجي تخرجه نصا ما تلاقيهوش. وكل من نقل يا مولانا بالسند او بدون سند يحصل فيه مفارقات، وعلى من يقرأ أن ينتبه لهذه المفارقات وينبه غيره عليها. أما تروح محول 130 على 45 ودق، ما يطلعش الكلام. تفضل يا مولانا. ونكر ابن المبارك رجلا فقال يكذب، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ قال اسكت إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل. كلام ابن المبارك ده في المعرفة للفسوي. الفسوي ده ميت 200 وشوية، يعني قريب من المبارك. المبارك 180 100 سنة قريب، ما لأن هو النص ده موجود في كتب تانية متأخرة عند الخطيب من طريق الفسوي. التغشيش، ايوه التغشيش من عينينا، احنا مسؤولين عن توصيل الطلب للزبون وبدون بخشيش. جزء 3 صفحة 57 من المعرفة للفسوي، والمذكور هنا فيه اختصار وتصرف. ومن طريق الفسوي رواه الخطيب في الكفاية صفحة 45 من الطبعة الهندية. تفضل مولانا. وكذا روي عن ابن علية أنه قال
ابن عليا ده ثلاثة، الشيخ محمد مديني الإحالة، لما تروح يا مولانا تدور على كلمة تلاقيها عند الشيخ ابن حبان في مقدمة المجروحين جزء واحد صفحة 23 حسب طبعة الرسالة من كتاب المجروحين. إن هذا أمانة ليس بغيبة. وقال أبو زرعة الدمشقي كلام أبو زرعة دوت، خلي بالك في تاريخ دمشق لأبي زرعة الجزء الأول صفحة 377. سمعت أبا مسهر يسأل عن الرجل يغلط ويهم ويصحح، كل ده غيبة. فقال بين أمره، فقلت لأبي مسهر لأن مكتوب هنا عندنا أبي زرعة، الصواب اللي في المخطوطة وفي تاريخ أبو زرعة هو أبو مسهر. أترى ذلك غيبة؟ قال لا. وروى أحمد بن مروان المالكي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن طبعا بن دوت برضو في له مرجع اللي هو كلام الشيخ اللي هو الإمام أحمد رحمة الله عليه. تفضل. قال جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي فجعل أبي يقول فلان ضعيف وفلان ثقة، فقال أبو تراب يا شيخ لا تغتب العلماء. قال فالتفت أبي إليه وقال الكلام ده الإمام أحمد التفت إليه وقال له إيه؟ ويحك، هذا نصيحة ليس هذا غيبة. والذي قرره الشيخ ابن رجب هنا و في النقول ان انت لما في الجرح والتعديل تقول وصف من باب العيوب ان هذه الكلمة لها محملان، محمل الغيبة ومحمل الوصف، ولا يلزم من الوصف أنك تغتاب، أنت تبين حال راو كما تدين الله بما علمت ولا تقصد بذلك عيبة. فأصبحت الكلمة الواحدة تحتسب غيبة بمقصد وتحتسب وصفا بمقصد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعميم إنما الأعمال بالنيات، فإن نويت هذا حسبت عليه وإن نويت هذا حسبت عليه والموعد الله. وقال محمد بن منبار السباك الجرجاني قلت لأحمد بن حنبل إنه لا يشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب. ده ورع بقى يقول لنا صعبان علي وانتوا بتقولوا لنا بين أمره. شوف بقى الإمام أحمد هيقول له إيه. قال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل، فمتى اللي عنده فمن يصلحها، فمتى يعرف الجاهل، لأن فمن ما تستقيمش المعنى عليه. ولاحظ ان هنا استعمال العلماء، احنا جبنا كلمة العلل وبنقول العلل من علله وأعله وترجع تجيك 15 كلمة، هم المحدثين ما قالوش كده، هم الناس قالوا الصحيح والسقيم أحد معاني العلة التي في كتب اللغة. إن واحد يقول كده ما فيش، لا يجيب أعله وعلله لحد ما يخلي اللي هربان أصلا وراح أصول الدين عشان ما حدش يجيب له سيرة اللغة العربية يلاقي اللي هو هرب منه وقع فيه. فضل يا شيخ محمد. وقال إسماعيل الخطبي حدثنا عبد الله بن أحمد قلت لأبي ما تقول في أصحاب الحديث
يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة، أيسعني أن أسكت عنه أم أحذر عنه؟ فقال أبي: إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها، قال: نعم أحذر عنه. وده في الكفاية ومتحول عليه. وقد خرج ذلك كله أبو بكر الخطيب في كتاب الكفاية. طبعا بالمناسبة ابن رجب في الكتاب ده كله شرح الترمذي ما يستعملش أخرج خالص، لا يستعمل إلا خرج، وهي عبارة المغاربة. وبعض من لا اختصاص له كاتب كتاب يقول لا ده أخرج تبقى بمعنى كذا وخرج بمعنى كذا. وجانا ناقش واحد رسالة في التخريج يقوم يسيب ده اللي هو موجود قدامه ويقول قال فلان إن أخرج غير خرج. طب أنت قرايتك فين؟ يقول لا أنا مش حكايه قرايه، أنا بجيب لك مرجع. يا أخي المرجع ده كذاب لأنه بيخالف الواقع، قال بس هو مرجع، وكأنه هو بيسد خانة مش بيتعلم. افرض هو كتب وقال لك إن أخرج غير خرج، وأنت بتفتح الكتب تلاقيهم هما شيء واحد، تطوعه هو ليه؟ وهو معاصر زيك واللي كتب كده مات بقاله سنين وأصل المسائل. يقول لك مش لما أكون أنا بأصل نفسي أنا باخد اللي على الوش. اتكل على الله. وكلام السلف في هذا يطول ذكره جدا. ايوه السلف بقى اللي هم بدأهم بالتابعين ممكن، اما انت فضيلتك اللي اصلا جنابك تجيب كلام الشيخ الذهبي رحمة الله عليه في رسالته ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، تلاقيه فضل يسلسلهم لحد شيوخه هو وهو ميت. كام يا مولانا؟ 748. يقول لك لحد شيوخي في ناس تجرح وتعدى. يعني الجرح ما وقفش؟ هل لا ما وقفش؟ انت اللي وقفت. فاصبح الجرح الذي يؤصل له ابن رجب وهو في القرن التاسع هو الجرح الذي بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تفريق بينه إلا في مسألة الاصطلاحات التفصيلية. الثقة ثقة والصدوق صدوق والحجة حجة، وما عليك إلا إنك أنت اقرأ لك كتب عشان يعني عب في ذاكرتك معلومات تخليك تفهم كده. يقول لك ليه؟ طب ما انا اجيب الذهبي واقول الذهبي عامل لهم 6 مراتب واحط عليهم 3 مخدات ويبقوا 9، تفضل كده لا مؤاخذه انك انت مالكش قدم واقف عليها. تنزل تحت تلاقي الجرح والتعديل فاتك خلاص. اتفضل يا مولانا. الخلال ده هو الشيخ محمد، ما لقيش النص ده في أي كتاب متقدم، باعتبار إن جامع الخلال ده تفرق في أيدي الناس، وإلى وقت قرن ابن رجب كانت ناس عندها حتت منه، لكن كل جامع الخلال لم توجد منه نسخة كاملة. فالوقت الحاسوب جاب له ان الكلمه دي في كتاب المسوده في اصول الفقه لآل تيميه. لمين يا شيخ محمد؟ العلاني. ده احمد بن محمد بن عبد الغني. 745 الحته دي كانت عنده حطه. سالت ابا عبد الله يعني احمد بن حنبل عن معنى الغيبه، قال اذا لم ترد عيب الرجل
قلت فالرجل يقول فلان لم يسمع وفلان يخطئ، قال لو ترك الناس هذا لم يعرف الصحيح من غيره. اللفظ ده عن الإمام أحمد ما جاب مش موجود إلا في هذا الكتاب. اللي يجيب من كتاب تاني طبعا الشيخ محمد هياخد دي ويسهر عليها ويقول لا أنا عندي اتنين هنقول لك شكر. اللي يجيب مصدر تاني شكرا عليه، لكن هذا مبلغ ما وصلنا إليه. وخرج البيهقي من طريق الحسن البيهقي في كتاب المدخل إلى السنن اللي هو مطبوع بقاله سنين يدوب وكان شيء موجود في الجزء الأول اللي كان مفقود صفحة 338 عند الحديث رقم 721. وخرج البيهقي من طريق لما يقول من طريق يعني معناته انه حذف حتة من السنة، خليك فاهم كده. قال طب ما احنا بنقرا تخريج المعاصرين نلاقيه يقول من طريق وهو عن، قال يبقى المعاصرين ما همش اهل اصطلاح، اهل الاصطلاح القدام. ما تقرا لا قدر الله يعني وغلبت نفسك المقاصد الحسنه للسخاء، وهو كتاب مفروض يبقى في ايدين البر والفاجر، تلاقي كتاب يفرق بين عن فلان وبين من طريق فلان. أما تقرا الفتح، فتح الباري هو 100 صفحة ولا حاجة الوجه الله، هتلاقيه يفرق ابن حجر بين عن فلان ومن طريق فلان. فإن جاء المعاصر وسوى بينهما فهو ليس من أهل الاصطلاح، الاصطلاح استقر قبل أن يوجد هذا العصر الذي نحن فيه. تفضل يا سيدي. إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب، فقال له بعض الصوفية يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ قال اسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل أو نحو هذا أو نحو هذا. وما ذكره الترمذي رحمه الله من هنا بقى يبتدي يجيب بقى رواه من اللي هو ذكرهم وأن العلماء جرحوهم ويحكي كلامهم. هؤلاء العلماء الذين ذكرهم والرواه الذين ذكرهم كلامه فيهم وارد، لكن في عمل المحقق برضو ده اختلاف في منهج التحقيق والمطالب التي تطلب. في عمل المحقق ما بيعملش أكتر من أنه هو يحول الكلمة اللي فيها الجرح على مرجع ويسيب الراجل مجروح ويمشي، وأنه هو مهمته كده. إحنا دلوقتي أهو في العصر اللي إحنا فيه ما ينفعش كده. أمال إيه اللي ينفع؟ قال ينفع إنك تجيب الكلام ده وتشوف هل معبد الجهني ده الجرح الذي ذكر فيه هو الراجح من حاله أو لا. تقول طب أنا مالي ومال الترجيح؟ أما دام مالك ومال الترجيح ابعد عن الشغلة دي عشان جهنم مش عشان حاجة. قال هي الأخرى دي تتعلم؟ قال تتعلم ولا علام ونص، وإن المختلف فيه من الراجل ده مش هيطلع كده. قال طب ما هو حاطه ليه؟ قال هو حاطه للي يفهم أو اللي له نفس، لكن اللي ملوش نفس ده هتعمل له إيه؟ هتجيب له نفس منين؟ فمعبد الجهني هو فعلا للكلام اللي قاله ابن رجب رحمة الله عليه فيه جرح، لكن ماذا قال العلماء الآخرون في هذا الراوي حتى نقول الراجح من الأقوال في حاله كذا؟
فان ما كنتش من اهل الترجيح شوف ناس رجحت وانسب ليهم اضعف الايمان، لانك ما تقدرش تنقل الباحث من ناقل هو خد ماجستير كله بالنقل حتى يقول له ما تقولش مجهولة اللي لقيت مجهول، يعني ان حب هو يعرف حاجة زيادة يقول له لا تجيب تبيض، طب ما حتى الفراخ بتقطع البيض يا ناس، قال لا انت تفضل تبيض برضه، ما لقيتش مجهول ما تحطش مجهول، الله انت جاي يعني بتعلمني ان انا احمل شهادة ولا اتعلم. هل الرجل اللي بيقول له كده غلطان؟ قال لا مش غلطان، انا بدافع اهو مش بنتقم، هو ده اللي اتعلمه لحد ما بقى دكتور برضه. فيجي في المناقشة يقول له انت مين انت اللي تقول كذا؟ طب ما دام انك انت طلعته من تحت ايدك ما يقدرش انا مين، يبقى شغالين ليه؟ اما طلعناش واحد يقول انا مين يا عم الشيخ احمد عبد الرحيم، يبقى ملهاش لازمه بقى الشغلانه دي، احنا بنخون الرجل ده. قال لا والله هي مش خيانه، حكايه ان فاقد الشيء لا يعطيه. طب هو خلاص خد الشهاده يقرا يعلم نفسه، يقول لا خلاص انا ركبت الرخصه تقدر تسحبها مني؟ ما يقدرش. كبر على العقل يا خليلي، ها قول يا شيخ محمد. وماذا كروه الترمذي؟ فكلام معبد اللي نقله ابن رجب كان محتاج لامرين، اما محقق يرجح، وده ما كانش مطلوب منه في الوقت ده انا بشهد له، يا اما ان ابن رجب وهو العالم الذي له ترجيحات معروفه كان يقول، ومع هذا فالراجح من حال هذا الرجل كذا. طب ده ما قالش وده ما قالش، قال تفضل انت لانك انت بالغ، ما فيش في الدرس ده دلوقتي قدامنا حد دون البلوغ. فما لم يفعله السابقون لا عذر لك الا ان تتعلم فتزيل عدم علمك. وإذا عرف الله عز وجل منك هذه النية أعانك عليها، بس مش هتتقلب إمام في يوم وليلة. لأن العلم عزيز. فضل أبو لنا. من تكلم الحسن وطاووس في معبد فقد روى مرحوم ابن عبد الله. هو هيجيب الأقوالهم، هيجيب الأقوالهم. والكلمة دي موجودة وكل شيء ما قلناش لا. ورواه أيضا حماد بن زيد عن أبي طلحة عن غيلان بن جرير قال سمعت الحسن يقول لا تجالسوا معبدا فإنه ضال مضل. وضيف ضعفاء العقيلي. وروى نعيم بن حماد عن ابن المبارك قال أخبرنا رباح بن زيد الصنعاني عن جعفر بن محمد بن عباد عن طاووس أنه قال لمعبد الجهني أنت الذي تفتري على الله عز وجل، فقال معبد كذب عليه. لحد كده جاب الكلام ان العلماء هم القدام اتكلموا في الرجل ده جرحوه. عليك انت كطالب علم وعلى المطلوب الان ممن يقرأ هذا انه يشوف بقى المصادر اللي في هذا الكلام، ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم قول أبي حاتم كان صدوقا في الحديث وكان رأسا في القدر. وبعدين قال ابن معين ثقة، وقال العجلي تابعي ثقة كان لا يتهم بالكذب.
اما تروح بقى ما انت ما تعرفش ترجع، تروح للزابي تقول له اسطرك اخرجني من هذا اليم، يقول لك تعالى مش انت عايز معبد ده؟ الاقي قال يا سيدي معبد ده صدوق في نفسه لكن سن سنة سيئة وهي تكلمه في القدر، فأصبح كلمة ضل مضل والبطاطس دي كلها وإزاي بقريها وهو معلم الصنع. قال لك ما تشغلش بالك بدي. طب ليه ما شغلش؟ قال ده جرح مجمل، جرح المجمل لا يعارض التوسيع، بس يعوزك انت تبقى انت ايه لاقط الحكايه دي وشغال لغايه ما تعمل الحكايه دي خطوط في دماغ فضيلتك عشان تقدر تطبقها وانت ماشي. من الطريف دلوقتي انا بقرا رسائل ان هو القواعد اللي انا قلتها له كتبها، بس لما يجي يطبقها بيحطها في رو ما تنطبقش عليه. معلش نقطة إيجابية إن هما بقى في دماغه حاجة تقدر أنت بعد كده تقول له إيه؟ خش شمال خش يمين هيظبط. فلذلك هذا الكلام الذي ذكره الشيخ ابن رجب ليس هو الراجح، بدليل إن هو نفسه لما قالوا له إحنا لقينا في رواية كده في روايتك كده قال كذب علي. وكتب الجرح والتعديل يقولوا ان الخطأ اللي للراوي يا اما يكون منه يا اما يكون من تلميذه يا اما يكون من شيخ واحد فوقيه. فهو عاش لحد ما قال من روى عني هو الذي كذب، بس انا موجود في الاسناد. نقول له طب ما كل موضوعات ابن الجوزي الاسانيد اللي فيها فيها ائمه في الإسناد، نقول بقى دول كلهم مجروحين؟ ولا هي الجرح بتتعلق بمن يستحقها؟ فلذلك أصبح إن الراجح من حال معبد هذا إنه هو صدوق وأنه منسوب إلى بدعة وأن لنا صدقه وعليه بدعته. فضل مش مهم. وأما تكلم سعيد ادي طلق كان بقى هو طلق ابن حبيب، طلق ابن حبيبه اللي هو ايه الراوي اللي يعني يدرسوا لك ابن رجب تفصيلا تاكيدا للاجمال الذي ذكره الترمذي. قول عم الشيخ. فمن طريق حماد بن زيد برضه بالروايه مش هو طرف، ان انا يا ابن رجب هجيب لك السند التفصيلي اللي يؤيد ان الرجل ده فعلا انتقد عليه. فضل يا شيخ. قال رآني سعيد بن جبير مع طلق بن حبيب فقال ألم أرك مع طلق لا تجالسه؟ أي طلق رجلا صالحا لكنه كان يرمى بالإرجاء. كده فأصبح دلوقتي إيه؟ يرمى بالإرجاء. وأنه هو طلب من ناس ألا تخالطه بسبب هذه البدعة. طبعا احنا يمر علينا بدع مش هنعرفها ولا كده لأن لها تعريفات، التعريفات دي موجودة في الكتب وتحصيلها هو الأنسب من أن احنا نقعد نشرحها، فما فيهاش إشكال. لذلك يعني يعذرنا السامع والقارئ أنه هو إيه التفصيل فيها لا. في بقى كلام في شأن طلق ده في التاريخ الكبير من طريق حماد بن زيد عن أيوب قال ما رأيت أحدا أعبد يعني أكثر عبادة من طلق بن حبيب، فرآني سعيد بن جبير جالسا معه فقال ألم أرك مع طلق لا تجالس طلقا.
وكان طلقا يرى القدر بس. أيضا بقية الأقوال فيها توثيق ثلاثة لطلق هذا، بحيث أن تطلع خلاصة الأقوال كما نقله الذهبي في الكاشف، على ترجيح توثيق طلق ده مع وصفه بالإرجاء. فالمطلوب إن احنا نعرف الراجع، وإن كانت الكلمات التي نسبت إليه هي كذلك. تفضل مولانا. وأما تكلم الشعبي والنخعي في الحارث الأعور، الحارث الأعور ده شوف هتقرأ أنت دلوقتي. اتفضل يا مولانا الشيخ محمد. فقد ذكره مسلم في مقدمة كتابه من طريق زائدة. أيوة، مقدمة مسلم والإحالة تحت موجودة. أن الحارث اتهم. اتهم. والمتهم يا أخوان بلغة الجرح والتعديل هو الضعف الشديد، وهو دون الكذب وفوق الضعف، لفظ الضعف المطلق. ومن طريق مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعور وكان كذابا. أيوة كذابه. نقول لفضيلتك اللي هو جنابك والسامعين والسامعات، وصف الراوي بأنه كذاب وارد في الكتب، ولكن لا تأخذ كل قولة بالكذب على أنها تعني الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعني أن الرجل ما دام في الإسناد ووصف بالكذب أنه حديثه موضوع. النقطتين دول أرجو أن ينتبه لهم من يسمعون. فالكذب لما تعرف تفاصيل الكتب بقى يقول لك الكذب يتنوع. يتنوع ايه يا عم؟ الكذب كذب. قال لا، الكذب ما هوش كذب، الكذب انواع. فأهل الحجاز يسمون الخطأ كذبا. وابن حبان يقول كده. انتوا منزعجين من الكذب ليه؟ أهل الحجاز يسموا الخطأ كذب. فده أحد إيه؟ المعاني تفسيراته. كذلك يوصف الكذب بأنه كذب في حكاية الكلام، يعني في حديث الناس. يقول لك فلان ده 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 كان امبارح بيشتمك، والله ده أنا حشته عن الشتيمة عنك، وهو فأصبح يكذب في حديث الناس. كذلك يطلق الكذب على صاحب البدعة في أنه يأخذ الأدلة ويؤولها بما يؤيد بدعته. فالحارس الأعور ده أما تفتح أنت التراجم التفصيلية فيه تصل لأن ابن سعد صاحب الطبقات قال كان يكذب في رأيه. يعني يؤول الدليل على، لأنه هو هيقال أنه هو شيعي أو غالي أو أنه رافضي، فكان يكذب في تأويل الدليل لصالح بدعته. وأصبح هو ما جاش ناحية النبي عليه الصلاة والسلام خالص. طب يكذب في تأويل الدليل. وابن سعد قال لك خلي بالك، أنا لا أصفه بالكذب المطلق، أنا أقول لك في طبقاته. هو أنا ميت سنة 235 إن الحارث ده
كان يكذب في رأيه وهو صدوق. في واحد يوصف بالكذب وواحد تاني عارف الرجل ده شخصيا فيقول لا، وصفك انت يا ابن معين للرجل ده بأنه كذاب أنا برفضه لأني أعرف هذا الرجل ولم يكن كما قلت. فأصبح كذلك من الوصف بالكذب ما قد يكون الموصوف ليس على الحقيقة، وأن الذي وصفه بالكذب قد يكون وافق غيره أو كده. أي فإذا لما تلاقي كذب ما تشدش حيلك وتقول بس يا ده ديك لقيت حديث، زائد ان في شرط مهم جدا ان هو بعد ما يقول كذاب الذهبي يقول ان كان عندك حديث من الاحاديث النبويه يكون الرجل ده كذب فيها هاتها. فيقول الذهبي على ابن حبان لما يقول على الرجل كذاب يقول لو كان عند ابن حبان شيئا لصاحبه. فبعد ان تسلم الوصف بالكذب قل له هات لي بقى الحديث اللي كذب فيه. وبناء عليه احنا بنشترط شرط في الحديث الموضوع أن يكون الرجل ثبت أنه كذاب في الحديث ليس على التأويلات اللي ذكرناها، وأن يكون متفردا بما رواه. فإذا تابعه واحد تاني ولو كذاب يصبح الراوي ده بدل كذاب أنه متهم. والاشتراط بتفرد الكذاب لم يذكر في كتب المصطلح في باب الموضوع، لذلك ابن حجر رحمة الله عليه. طب انت لما انت هتقول ده في المشكاه ما قلتوش ليه في النزهه اللي الناس هرتها من القرايه؟ قال والله هو كده بقى، لان ايه انا عايز إن تضيف في تعريف الحديث الموضوع أن يتفرد الكذاب بما رواه. تقول له طب أنت جاي دلوقتي سنة 800 عشان تخلي بتوع المتقدمين والمتأخرين يمسكوا فيك وتقول دخلوا الحكاية دي؟ قال لا مش أنا، أنت مش عارف عبد الغني بن سعيد المصري؟ ألو ده الرجل في كتابه المختلف والمؤتلف شرط للوضع أن يتفرد الوضع. أيضا ابن حبان أما تقرأ بس تقرأ كده يقول لك مفيش الصفحة، مفيش الصفحة دي أي هات لك مجلد إيه عزق كده هيطلع فيه ان هو يقول ايه ابن حجر ابن حبان لا يحتج به اذا انفرد. معناته ايه؟ هات له متابع. فادخل التفرد في كتاب المجروحين ويعوز انك انت تجيب الكتاب ده سكه تقول ايه السكة سكة يخلق يطلع في 15 يوم أما تكون هتخلف إبليس في 15 يوم يخلص ثلاث أجزاء لأن قريت جورنان بتحش أنت زي ما بتدخل الداتا دخل في المحروسة دي هيطلع. أما تقرأ موضوعات ابن الجوزي تلاقي ابن الجوزي يلاحظ التفرد عند الحكم، مرة يقول موضع ومرة يقول إيه تفرد. إلا أن المشكلة
نتكلم عربي اهو، انه هو ابن الجوزي يعوز واحد قبليه يكون حكم بالتفرد وهو ينقله، لان ما يقدرش هو على كتاب فيه 3000 حديث يعمل له تفرد، فيستنى ما الدارقطني يحكم بالتفرد، وهو كان عنده الافراد بتاع الدارقطني اللي فيها التفردات كلها، ويجي ناقل كلام الدارقطني بالتفرد ويدخله على الحكم. والحكم بالتفرد كثيرا ما ينقض، ولذلك نقضت إمام السيوطي على الشيخ ابن الجوزي تفردات عديدة. ليه؟ لأن ابن الجوزي بيجيب التفرد نخلي، ما بيقعدش هو في 2000 حديث يشوف لهم التفرد يبقى عمره كله يخلص قبل ما يعمل 10 أحاديث. فحكاية كذاب دي لها خيبة زي ما انت شايف كده. ان ما درستش كده يبقى احنا فعلا دخلناك وطلعناك ما استفدتش حاجة. لكن دلوقتي ما تقدرش تقول انت مين. لا، لان انا بديك كتب اهي. اما اقول لك ايه قول له ادي ابن حبانة وادي ابن حجر وادي ابن الجوزة وانا ماليش دعوة. انت اصطف. لكن تبلم يا صاحبي. لا، نحن بنيجي في الشفا ونمتحن نلاقي ما عندوش حاجه. طب يا ابني ما انت درست، يقول والله ما اتقال لي حاجه. قد يكون صادق وقد يكون كاذب، لكن بعد سن البلوغ ما فيش تقصير ينسب الا اليك، كما انه لا ينسب اجر الا لك. دمت بالغ خلاص، ما تجيبش بقى تركن على الشيخ وتركن على الأستاذ وتركن على الكلية وتركن على دول، ودول كلهم براء منك. انت ما دمت تعرف القراءة والكتابة فأنت ستكون أمام الله إيه؟ ويأتينا يوم القيامة فردا. فأنت اعمل حساب الزوم ده هيجي، يا إما بقى يبقى أنت يعني عايز زقة زقتين ثلاثة. في كل امرئ بما كسب إيه؟ بس ما فيش إلا كده. في تقصير من كتب المصطلح، في تقصير من الشيخ، في تقصير من كذا. أنت أهو والكتب، وده إحنا قلنا لك الكلام، ما عليك إلا تسيب إبليس وتقرأ. ودي مراجع هاي في إيدك، لا أنت طرف ولا أنا شخصيا طرف، أنا نوراك. أنا بديك مرجع، تغلب على إبليس وروح للمرجع. ما أنتش عايز خلاص، طب لست عليهم بمسيطر. قول يا مولانا الشيخ محمد. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله. فأصبح كلمة كذاب دي ما تخوفكش. قول أنا عندي لا محامل وما علي إلا أن نفتح ترجمة الراجل ده. وكذلك إذا تفرد بوصفه كذاب، نسيت أقول لكم إن الحارس الأعور ده ابن معين قال ثقة. فأبو عثمان الدارمي اللي هو راوي الجرح والتعديل عن ابن معين قال لا، أنا ما وافقش ابن معين على كده. أنا شايف ثقة كتيرة على الراجل. فأصبح أبو سعيد الدارمي أبو عثمان ده يرد الكذب ويرد التوثيق بدليله، مع أنه راوي ولا ألشن إمام ولا مؤذن ولا حاجة. أنا طالب علم. فأصبح أنت ما أنتش مهمتك تنقل، زي ما ده عرف اعرف أنت يا ربنا سبحانه وتعالى هو الباقي وهو الذي يعلم. فأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك. أمن دخل بقى واتقوا الله إيه؟ مفتوحة إيه؟ أنت اللي مش عارف. أخبرنا محمد بن إسماعيل شيخ أهو، ومحمد بن إسماعيل ده هو أكتر شيء للترمذي.
ولكنه مع ذلك يختلف معه قبولا وردا. ويقول زعم محمد بن إسماعيل كذا وأنا أخالفه. ليه تخالفه؟ أنا أجيب لكم دليل. مش هو علمني أن أجيب الدليل؟ أنا أجيب الدليل. هو ده اللي ينفع بقى عم الشيخ. وطالما الترمذي طلع أنه يقدر يعارض أستاذه بالدليل، إن ما قدرتش أنت يبقى على الدنيا السلام. تفضل يا مولانا. قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثني ابي قال سالت سفيان الثوري وشعبه ومالك بن انس وسفيان بن عيينه عن الرجل يكون فيه تهمه او ضعف اسكت او ابين؟ قال ابين. هذا الاثر خرجه البخاري في اول كتابه الضعفاء. الضعفاء فضيلة السامعين والسامعات، الأحياء منهم دون الأموات. الإمام البخاري له كتابان في الضعفاء، كتاب الضعفاء الصغير وهو مطبوع متداول في عدة طبعات تتفاوت في عدد من وصفوا بالضعف فقط، وليس في مقدمة هذا الكتاب هذه الجملة. طب أمال إيه بقى؟ قال هو في مقدمة كتاب الضعفاء الكبير. طب في ضعفاء كبير للبخاري؟ قال آه. مين اللي شافه؟ شافوا المزي وشافوا الذهب ونقلوا منه ويقولوا كده في الضعفاء الكبير. فيبقى مدام الكلام ده مش في مقدمة الضعفاء الصغير فهو في الكبير، وقد رآه ابن رجب ونقل منه هذا الكلام وحدد كونه في مقدمة الكتاب. هو بيقول ببساطة، ما يقولش الكبير ليه؟ لو قال الكبير قال لا أنا بكلم ناس مش بتوع كتاب، أنا أقول الضعفاء ومدام الصغار ما هم قدام ولا الإيش فيهم يدور على الكبار. ليه؟ لأنه عبل ما يجيب كلمة المزي دي الضعفاء الكبير هيدوخ، وعبل ما يجيب في الميزان برضو كلمة الإمام الذهبي في الضعفاء الكبير هيدوخ دوختين. والعلم كده. تفضل يا أبو. كما خرجه الترمذي هاهنا عنه. خرجه مسلم في مقدمة كتابه عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى بن سعيد قال سألت الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت. يعني بقى ما تنتهيش الفرصة وتخلي الرجل تنسفه. لا، هو قال لك ثبت تقول لا ما هوش ثبت، ما تقولش حاجة تاني، لأن ما تقوله زيادة على جواب السائل فأنت مسؤول عنه بين يدي الله. هو قال لك ثبت تقول له لا مش ثبت، لكن ما تقولش ده ابن كذا كذا وده أبوه كان بيبيع بطاط. أنت مالك أنت؟ ورواه أبو بكر النجاد قال حدثنا النجاد اللي عنده النجار يعدلها. قال حدثنا النجاد دوت هو أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن، متوفى 348 كما في تاريخ بغداد. قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سألت شعبة وسفيان ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظه قالوا بين أمره للناس. أيوة، ده في دلائل النبوة.
للبيهق 1:45، ودلائل النبوة للبياقي 7 مجلدات فضلت خيرك، ولاش دخل في الامتحان برضو. فأما الشيطان يقول لك ما تقراش منها حاجة، قل له بس سيبني عشان خاطر النبي أقرأ المقدمة بس، لأنه هو الكتاب اللي له مدخل، وفي المدخل ده اتكلم على قواعد المصطلح، هو على أن سند التاريخ سند الرواية بالحديث غير سند الرواية بالتفسير، ويدلعك قوي. فأنت قول له مش هقرا السبعة، أنا بس اديني هم كلهم حوالي 30 صفحة، خليني أقراهم. هتلاقي الكلام ده فيه في المدخل إلى دلائل النبوة، صفحة جزء 1 صفحة 45، والمدخل للسنن الكبرى أيضا، لأن في عصر الحاكم والبيهقي كثرت كلمة المدخل اللي هي المقدمة الكبيرة التي تحوي قواعد يمكن أن تفيد في بقية الكتاب. ورواه الإمام أحمد عن عفان أيضا بنحو، أيوة بنحو، دي تستاهل الإمام يعني عليها شكر جزيل. هو بيقول الدكتور همام مشكورا إن الكلام ده في مسائل صالح، اللوحة 12 باء، وده يعرفك إن الكتاب ما كانش مطبوع وهو تعب نفسه وجابه وجاب اللوحة. هو في المطبوع دلوقتي صفحة 311، مسائل صالح 311. وإذا طلع غلط الحالة دي فالشيخ محمد هو اللي ملهان في العلل مش في مسائل صالح. العلل رواية المروزي وصالح، العلل 4648، وكتاب صالح ده برضو العلل، كتاب صالح ده مش المسائل، العلل يعني رواية. أيوة، فهو إذن في العلل له موضعين، في العلل رواية عبد الله له موضعين، وفي العلل صالح والميموني والجماعة له موضع واحد اللي هي 311. يعني مسائل صالح لا. صفحة 311، عايز تخلي 311 تبقى حالتها على إيه؟ العلل مش في المسائل. طب ما تديه بقى رقم المسألة زي مادتنا دي، ما هي 311 مسألة 311؟ أيوه. يعني دي في المروزي، هو اللي راوي الأصل كله هو المروزي، هو ده هو الجزء ده، يبقى ما ينفعش نقول مسائل صالح. ايوه وهي هي نفس الاحاله زي ما حضرتك كاتبها كده بالمظبوط. ايوه بس هتبقى على ايه؟ روايه المروز ومن وغيره. المروزي دي انا كنت مشرف على طالب الله يكرمه دلوقتي استاذ وكده، يعني خد بقى ماجستير. ما هي بتاعت وصل العمل. ايوه ما هم كلهم خلاص كده، يعني رواية المروزي مطبوعة طبعة هندية، ودي 311 فقرة وليست صفحة. ماشي اتفضل. وقال يعقوب بن شيبة، يعقوب بن شيبة ده يعني ايه؟ الشيخ محمد ما ادناش حالة عليه، قلنا له ليه يا مولانا؟ قال والله الكمبيوتر مش جايبه، لأن يعقوب بن شيبة ده له مسند من مسند المفقود مش موجود منه، فإيه ما مش فيها دي، ولو كان كده كان دخل في الكمبيوتر، فاللي يلاقيه يبقى كتر خيره يدلنا عليه. وقال يعقوب بن شيبة حدثنا موسى بن منصور قال حدثني أبو سلمة الخزاعي قال سمعت حماد بن سلمة ومالك بن أنس وشريك بن عبد الله يقولون في الرجل يحدث تخبر بأمره، يعنون ضعفه من قوته وصدقه من كذبه. أو يعنون دي من تفسير عبد الإمام ابن رجب، وهو يعني بيان يشكر عليه. قال وقال شريك، شريك ده كل شريك ده هو موجود في كتاب الرسالة للإمام الشافعي بمعناه، ومن طريق الشافعي رواه الرامهرمزي في المحدث الفاصل صفحة 405،
ومحقق الرمى هرمزي أحال على موضعه في الرسالة. فمن يرجع للرمى هرمزي وهامشه سيصل إلى أن رأي الشائع الإمام شريك خصوصا. كيف نعرف الضعيف من القوي إذا لم نخبر به؟ كيف نعرف الضعيف من القوي إذا لم نخبر به؟ لا، لم نخبر. ما يستقيمش ده، احنا في موقف المتقبل. إذا لم نخبر بالصحيح نعرف إزاي؟ قبل أن تخبر لابد أن تخبر. وفيش وحي يا مولانا، الوحي انقطع. أنت خليها على الفتح، وإن أتيت بوجه للكسر أنا أقبله منك بالطريقة اللي احنا بنتبادل بها المعلومة، لكن هي هنا على الفتح. وإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. كيف نعرف إذا لم نخبر؟ والكلام السابق يؤيد هذا. كيف نعرف الضعيف من القوي إذا لم نخبر به؟ قال الترمذي رحمه الله، ده بقى في العلل نفسها. حدثنا محمد بن رافيع النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى قال قيل لأبي بكر بن عياش إن ناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأذنون. حكاية السائلون دي بقى ما تمشيش ألاطة، يعني كل ما تلاقي واحد تقول له أنت مين أنت؟ لا، أنت مالكش دعوة. يعني ما دام ما كلفتش شرعا أن تقوم شخص لا تتحمل اسم الحكم عليه. قال فقال أبو بكر كل من جلس جلس الناس إليه، وصاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره والمبتدع لا يذكر. يعني العاقبة للمتقين. قال ابن أبي الدنيا، الشيخ محمد مملين، إن كلام ابن أبي الدنيا ده في كتاب الصمت له، الحديث رقم 549، وكتاب الصمت مطبوع عدة طبعات، صفحة 206. قال ابن أبي الدنيا حدثنا أبو صالح المروزي قال سمعت رافع بن أشرس قال كان يقال من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه، وأنا أقول من عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه. قال رحمه الله، مش احنا كنا قايلين عند بدء السؤال عن الإسناد؟ طيب خلاص، الراجل ماشي اهو، الأذان ما أدتش، واللي نايم نايم، احنا ما بنصحش حد. الخاشع يظل خاشع. حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال اخبرنا النضر بن عبد الله الاصم قال اخبرنا اسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين قال كان في الزمان الاول لا يسالون عن الاسناد، فلما وقعت الفتنة، يقصد فتنة المختار الكذاب، هذه الكلمة الفتنة دي، لأن عندنا فتنة أيام سيدنا عثمان، وعندنا فتنة بوفاة أو استشهاد سيدنا عمر وهي التي ورد فيها الحديث، وعندنا فتنة المختار دي اللي هو المختار النخعي الذي مات في سنة 800. فكلام الترمذي ده على فتنة المختار بدليل التفاصيل التي ستأتي بعد ذلك. فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع. نعم، وطبعا هيجي تفاصيل في البدع فما تستعجلوش. هذا الأثر خرجه مسلم في مقدمة كتابه عن محمد، اللي هو يعني في مقدمة الصحيح مسلم، وموجود الصفحة
صفحة 15 من الجزء الأول. وأيضا الدكتور همام مشكورا مخرج الأثر ده من كتاب الشجرة للإمام الجوزجاني، وهو في المطبوع منه صفحة 36، وهو خده من الكتاب لما كان مخطوطا. وأيضا حول الكلام لضعفاء العقيلي برضو مخطوط، وهو في المطبوع الآن صفحة 96 الجزء الأول. تفضل مولانا. عن محمد بن الصباح البزاز عن إسماعيل بن زكريا به ولفظه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: زموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وخرجه أبو بكر الخطيب من طريق أحمد بن سيار قال: حدثنا النضر بن عبد الله المديني من مدينة الداخلة، أبو عبد الله الأصم قال. بيقول من مدينة الداخلة ليه؟ قال لأن المديني لما ينس يطلق يراد مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو قال هذا الرجل لا يقال مدينة على النسبة المشهورة، بل هي نسبة خاصة. قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا فذكر وخرجه أيضا. ده موجود، ده في الكفاية للخطيب، والكفاية دي طبعا للشيخ محمد الدني مكانها ما هيش عندي، دي طبعا دار الكتب دي، فهو مديني انه صفحة 122. الطبعة الهندية كام؟ 122. تفضل. وخرجه أيضا من طريق محمد بن حميد الرازي عن جرير عن عاصم عن ابن سيرين بنحوه. نعم، والحالة موجودة. وابن سيرين رضي الله عنه هو أول من انتقل الرجال وميز الثقات من غيرهم. طبعا الأولية دي يعني نسبية بالنسبة لأهل عصر، وإلا احنا في بداية الدرس قلنا إن تمييز الرجال ببيان التوثيق والتضعيف بدأ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ثم التابعون، فأولية ابن سيرين بالنسبة لأهل عصره وليست الأولية المطلقة. وميز الثقات من غيرهم، وقد روي عنه من غير وجه أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والشيخ ابن حبان رحمه الله في مقدمة المجروحين جاب لكلمة إن هذا العلم دين ده عدة طرق عن غير ابن سيرين، فيمكن أيضا أنه لم يقلها ابن سيرين وحده، ولكن قالها آخرون، فذكرهم ابن حبان في المجروحين الجزء الأول صفحة 23 و21 وما بعدها على طبعة مؤسسة الرسالة. تفضل يا شيخ. وفي رواية عنه أنه قال: إن هذا الحديث دين، فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: تعرف أحدا من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم؟ فقال: برأسه أي لا. مش معناه أنه ما فيش، لا، هو ما يعرفش، فإذا عرف غيره فليقول لنا. وفعلا موجود غير ابن سيرين، والأولية نسبية ليست مطلقة. قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: قال يعقوب: وسمعت علي بن المديني يقول: كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، لا نعلم أحدا. لا نعلم في اللي عنده، لا نعرف الموجود في المخطوطة، لا نعلم. لا نعلم أحدا أول منه محمد بن سيرين، ثم كان أيوب وابن عون، ثم كان شعبة، ثم كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن. قلت لعلي: فمالك بن أنس؟ فقال: أخبرني سفيان بن عيينة قال: ما كان أشد انتقاء مالك للرجال. ومنقول عنه أنه كان لا يروي إلا عن ثقة،
منقول عنه في روايات أخرى أنه كان لا يروي، وكلمة الرواية دي في الكامل لابن عدي الجزء الأول 244. وروى الإمام أحمد عن جابر بن نوح عن الأعمش عن إبراهيم قال إنما سئل عن الإسناد أيام المختار. أيوة، هذا اللي بيخلينا نقول إن البداية اللي اتكلم عليها إنه كانت الفتنة أيام المختار، وكانت أيام المختار دي هو سنة 80، فهي متأخرة عن الفتن التي حدثت سيدنا عثمان، وعن اللي هو تكلم عليها ابن عباس رضي الله عنه، والفتن التي ذكر معاذ أن أولها مقتل سيدنا عمر، وكل هذه فتن. لكن اللي بيتكلم عنه هنا هو الذي كان أيام المختار، لأن كانت الدولة اتسعت وأصبح أهل الفرق دي كثروا، وأصبح منهم ناس لهم سلطان في الأماكن اللي هم فيها. فهذا هو الذي يقصده ابن سيرين، لأن ابن سيرين في زمن متأخر عن الفتن التي وقعت في أيام سيدنا عمر، والتي وقعت كذلك بعده. وسبب هذا أنه كثر الكذب على علي في تلك الأيام. أيوة، كل شيء له سبب يعني. كما روى شريك عن أبي إسحاق قال سمعت خزيمة بن نصر للعبسية أيام المختار وهم يقولون ما يقولون من الكذب، وكان من أصحاب علي قال ما لهم قاتلهم الله أي عصابة شانوا وأي حديث أفسدوا. هنا الشيخ همام كاتب انه العبارة غير واضحة في الأصل، يعني نسخة الرواية الثانية يا سيد المكان ده أو اللوحة دي كلها دلوقتي أصبحت واضحة، فيمكن تكون الصورة اللي هي كانت معاه هي اللي فيها يعني الخفاء، لكن دلوقتي لما صورت ملونة ما أصبحش فيها الخفاء ده اللي هو موجود، وأصبح الكلام واضح وليس فيه يعني لبس. وروى يونس عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر العبسي قال قاتل الله المختار أي شيعة أفسد وأي حديث شاذ. نعم، خرجه الجوزجاني. في جوزجان صفحة 27، هو كتابه اللي هو طبع بهذا العنوان اسمه الشجرة، وطبع قبل ذلك باسم أحوال الرجال. وقال كان المختار يعطي الرجل الألف دينار والألفين على أن يروي له في تقوية أمره حديث. ده احنا جيناه، يبقى الفلوس اللي شغالة ولا السنة اللي شغالة؟ فأقول لك طب مال انت عمال توعظ من الصبح ليه؟ ده احنا من حقنا بقى نقف في الشارع يا اخي، احنا بنوعظ عشان ان الخطأ لا يبرر الخطأ، لا تبرر الخطأ بخطأ، واولئك سيحاسبون وانت ستحاسب على ما كسبت يداك انت. السؤال الاول، اذا توبع الكذاب بكذاب اخر فهل يرتفع عنهما مع وصف الكذب وينقلان الى وصف الاتهام؟ انا قلت كده. يعني السؤال الثاني، ما رتبة الراوي اذا وصف بمستقيم الحديث وجيد الحديث؟ لا، جيد الحديث مكتوبة في التدريب وبالتالي ما يسألش عنها، لكن مستقيم الحديث التي استعملها الحافظ الثقة السبت الشيخ ابن حبان في الثقات فهي تساوي صدوق، وأحيانا يقول مستقيم الحديث جدا، لكن وصف جدا دي لا يغير المرتبة التي تستحقها كلمة مستقيم الحديث وحدها، وإنما هو للتأكيد، خاصة
أن الإمام ابن حبان بحسب الاطلاع لم يكثر من كلمة جدا، وإنما أكثر من مستقيم الحديث فقط. السؤال الثاني: كيف نقارن بين ما رجحته فضيلتكم وبين قول ابن عمر رضي الله عنهما في أول حديث أخرجه مسلم في صحيحه عن معبد الجهني قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. دي ما فيهاش إشكال، هو الآن حمل الأمر على أنه ينكر القدر، ودي مش عايزة يعني كلام. هو معبد الجهني لما اتكلم في القدر ما نقلش عنه لحد دلوقتي وإحنا قاعدين أهو، ولا في صحيح مسلم ولا في غيره، أنه كان ينكر القدر. فإحنا الآن دلوقتي هنعتبر أن الكلام اللي في صحيح مسلم حجة معارضة ليه؟ لم يثبت عنه الرجل أنه قال أنا أنكر القدر، لكن هو تكلم كلام فهم منه هذا، فأصبح المعنى ينسب له بحسب فهم من سمع كلامه لا من كلامه هو. فالقضية مختلفة حسب ما أفهم. كيف أميز بين الوصف بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوصف بالكذب بمعنى الخطأ أو غيره؟ من ترجمة الراوي. هو طبعا من حقه أنه يسأل كده لأنه قري ثلاث تراجم ولا أربعة غصب عنه. مفيش خزينة. فأنت تمسك مثلا كتاب اللي هو زي كتب الميزان مثلا ودق لك منه مجلد، هتلاقي ابن الذهبي نفسه يعلمك. فهو بيسأل معذور، أنا أعذرك في هذا، لكن من الاطلاع يبان. ليس من السهل في كل حالة أنها تدرس على يعني حدتها. والشيخ الذهبي عامل في مقدمة من تكل ما فيه وهو موثق إن من تفرد من العلماء بجرح أو بتعديل وخالفه الأكثرون فلا يؤخذ بقوله أصلا. فدي طريقة كذلك من رد الوصف بالكذب، تقول لم نجد من وافق فلان ده على وصفه، فأصبح دخل في التفرد اللي هو الذهبي عمل له قاعدة، والقاعدة مش في دماغ فضيلتك لأنك أنت وأنا أعذر برضو كل الحالات اللي هي سيئة، أنا أعذر صاحبها لسبب بسيط: أولا إبليس، ثانيا إنه هو بيدرس مرحلة 4 سنين لا تسمح له بالتوسع، وهو لا يريد أيضا التوسع، وأنا درست ودخلت يعني الفصول، كان يقولوا لي أنت دلوقتي الامتحان مش هيجي من الكتاب ده، أقول له أيوه، يقول طب لازمة الكلام اللي أنت بتقوله ده كله إيه؟ ما قداميش أنا جواب إلا إن أنا أقول له أنا متأسف، لأن أصبح الباطل هو الأصل. صلى الله على سيدنا محمد.